هذه محطة تنظيمية مهمة. لماذا؟ لأننا في أمس الحاجة إلى الأحزاب الجادة وإلى إعادة تقوية الحقل السياسي المغربي بالأحزاب المناضلة الجادة، وليس أننا نخليه يبقى غادي داك المنحة ديال التكنوقراط اللي هما اليوم يتسيدون على المشهد السياسي، واللي ملي تنشوفوا السياسات اللي كتوضع وخاف عز هذه الأزمة اللي كتعرفها بلادنا، يعني كياخذوا غير يعني الأسبقية للتوازنات المالية وأنهم يخضعون للتوصيات ديال المؤسسات المالية، في حين في هذا الزمن نحن في حاجة إلى سياسة للتوزيع العادل للثروات. نحن في أمس الحاجة إلى البناء الديمقراطي في بلادنا باش يمكن لنا نمنعوا بلادنا ضد كل الأخطار المحدقة بها، ونحافظوا على الثروات ديالنا، ونحافظوا على إمكانية النهوض بالبلاد ديالنا اللي بالمناسبة ما يمكن لها تنهض إلا بالمداخل اليسارية، يعني التعليم العمومي الجيد والجامعة العمومية والبحث العلمي والصحة العمومية. واليوم تنشوفوا حتى المشاريع اللي جاتها الحكومة راها يعني كيتكلموا على الورش ديال الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، ولكن تأكدوا على الدور المحوري ديال الخاص. حنا بغينا اليوم النهوض بالمدرسة العمومية والجامعة العمومية، بغينا النهوض بالصحة العمومية باش يمكن المغاربة يعيشوا بكرامة ويكون الأفق مفتوح أمام الشباب بالنسبة للشغل. ولهذا كنحييو هذه المحطة النضالية التنظيمية ديال حزب التقدم الاشتراكية، وكنتمناو لهم النجاح والتوفيق في المؤتمر ديالهم.